نجاح هذه الدوري يعني مؤكد يعني باسم سمو الشيخ ناصر شيء يعني ما يصير شيء باسمه انه لازم ينجح. واعتقد البحرين كلها فخوره بهالدوري ذي ولازم احنا ننافس عشان نشرف نادينا ونشرف البحرين كعامه. الفرق طبعا راح تسعى جهده ان تتوج باللقب، خصوصا ان المسمي اللي يجيد في الدوري باسم صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد، واحنا ان شاء الله راح نحاول ان نكون احد هذه الفرق اللي تستعد ان شاء الله للتتويج بهذا اللقب. يعني كفايه ان اسم سمو الشيخ ناصر موجود، هاي بروحها حافز، وان في جوائز جديده حافز يعني جديد. شجعني دوري ناصر بن حمد ككون اسم غالي واسم رياضي معروف، فاكيد كل واحد طموحه انه يوصل المراكز الاولى. الشيخ ناصر بن حمد معروف عن تفوقه الرياضي وكل القائد الاول للشباب والرياضه والداعم الاول له، نشكره على هذه التطلع وباذن الله راح نكون عون لهم. اكيد دعم من سمو الشيخ ناصر شيء وايد، خطوه حلوه من الشيخ ناصر كتطوير في الدوري وكاعلاميا في الدوري بيكون اقوى من السابق وبيكون دوري اكيد كل نادي بيطمح انه يحقق اول بطوله باسم سمو الشيخ ناصر. هذا الاسم عزيز على كل رياضي، دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد، الكل أمانة كرياضيين كمحبين للعبة كرة القدم من جماهير من مدربين من إداريين من لاعبين كنا ننتظر هذه اللحظة. كل شيء هاي بيكون دافع جدا قوي للأندية وللاعبين ككل يعني، وأتوقع بيكون الاهتمام أكثر وأكثر بمسمى اسم الشيخ ناصر.